بص يا صاحبي من الاول كده عشان ما نمسكش في بعض، ما انا مش تعب نفسي وراح جايب لك جاكيته جلد شيك كده صاحبي وطلع لك بقى في الفيديو عشان ما تنزلش تخبط لايك للفيديو وتعمل اشتراك، فعلى طول انت تنزل تخبط لايك تعمل اشتراك فعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد، خليك رايق معانا كده عشان نوصل 30,000 مشترك ما عادش في وقت، واعمل شير عشان الكل يستفاد. المرة دي بقى صاحب انا جاي لك بموبايل في فئة ال 4000 جنيه، بص ما هي اونر هتسيطر السنة دي شكلها كده على فئة ال 4000 جنيه وهو الاونر 30 بس. الموبايل من الاخر اللي نازل ينافس كل الموبايلات الموجودة من 4 ل 5000 جنيه، فخلينا كده مبدئيا نبدأ على الرايق كده بنقطة التصميم، تصميم الموبايل ده شياكة الصراحة، موبايل واخد نفس تصميم موبايل كده شفناه قبل كده من شركة واوي وهو الواوي ميت 30، الدايرة الموجودة اللي فيها الكاميرات اللي في نص الظهر، وهنا بالنسبة للخامات فالظهر من الازاز والفريم من البلاستيك، خامات الصناعة امتياز الصراحة في الفئة السعرية دي، موبايل من الازاز نزل في ال 4000 جنيه شكلنا هنشوف طفرة ونقلة جديدة السنة دي، ويا ريت كل الشركات تتوجه للتصميم الزجاجي بقى، نرجع تاني للفخامة الصراحة، والسنة دي اونر بتعمل حاجات غريبة كده، تصميم رايق في فئة ال 2000 جنيه، تصميم رايق في فئة ال 3000 جنيه، ودلوقتي تصميم رايق في فئة ال 4000 جنيه. فحتى التصميم دي خلينا نسيبها بقى لحد ما الموبايل ده يجي كده ونشوفه على الحقيقه شكله عامل ازاي. بص يا صاحبي من الاخر كده الموبايل بيجي بشاشه اي بي اس جايه مع الهول بانش خرم كده في نص الشاشه، وكمان الشاشه هنا بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، والشاشه هنا بتيجي 120 هرتز فول اتش دي بلس. وهنا بالنسبه لنقطه الشاشه فانا عندي اعتراض على انها اي بي اس، لان في موبايل جاي من شاومي هيقلب الفئه السعريه دي وهيقدم شاشه اموليد 120 وهو ريدمي نوت 11 برو، الموبايل هيجي يتربع على عرش الفئه السعريه دي، ولكن خد بالك شاومي عندها مشاكل في السوفت وير، واونر لحد الان السوفت وير بتاعها مستقر جدا، فدي الحاجه اللي ممكن تخفر لاونر في الفئه السعريه اللي الموبايل ده نازل فيها. هنا الموبايل بيجي مع معالج جديد من شركه كوالكوم لسه سمعنا عنه مؤخرا وهو السناب دراجون 695، المعالج ده 6 نانومتر 5G، فدي تعتبر حاجه كويسه جدا في الفئه السعريه دي، ولكن لسه بقى مش هيظهر تجربه الاستخدام والالعاب والكلام ده غير لما المعالج يجي بقى ونشوف هل المعالج ده اقوى ولا المعالج الدايمنسيتي 900 ال 5G اللي جاي في الريدمي نوت 11 برو، فمش عارف لحد دلوقتي مين اقوى من مين، ولكن كعاده كوالكوم في المعالجات بتاعتها بتكون احسن في الذكاء الصناعي ومعالجه الصور اللي بتطلع من الكاميرا، كوالكوم بصراحه متفوقه على شركه ميديا تك في النقطه دي، ولكن ما تنساش ان شركه ميديا تك بتقدم لك دايما تجربه العاب خرافيه وفي حته تانية. لسه بقى ما نقدرش نحكم في النقطه دي غير لما الموبايلات توصل كده بتاعت الفئه السعريه بتاعت ال 4000 جنيه دي، ونشوف بقى هل الموبايل ده يقدر يصد مع الموبايل زي ريدمي نوت 11 برو ولا ريدمي نوت 11 برو هيكون في فرق كبير بينه وبين الاونر. اما بالنسبه للرام والذاكره التخزينيه فالموبايل مقدم لك حاجات متوقعه جدا الصراحه، 6 جيجا بايت رام 128 جيجا الاول نسخه، 8 جيجا بايت رام 128 جيجا، و8 جيجا بايت رام 256 جيجا، والمتوقع النسخه اللي تكون في فئه ال 4000 جنيه في بدايتها كده تكون 6 جيجا بايت رام 128 جيجا ذاكره تخزينيه. فبالنسبه للشاشه تعتبر معقوله جدا، بالنسبه لنقطه الاداء يعتبر كويس، معالج جديد من شركه كوالكوم لسه هنشوف المعالج ده هيعمل ايه، الشاشه والاداء والتصميم كويس جدا على الفئه السعريه دي، ولكن خلينا ناجل الكلام في النقطه دي لما الريدمي نوت 11 برو شرف بقى ونجرب الموبايلين دول ونشوف هل الموبايلين دول هيقدموا منافسه قويه. اما بقى بالنسبه للكاميرات الخلفيه فهنا في عيب بقى اقدر امسكه على الموبايل ده، موبايل فات ال 4000 جنيه جاي من غير كاميرا الترا وايد انجل، جاي بكاميرا اساسيه وكاميرا للدبس وكاميرا للماكرو، ودي تعتبر نقطه عيب كبيرة جدا موجودة في الموبايل ده، وخصوصا ان شاومي هتقدم الريدمي نوت 11 برو اللي بيجي باربع كاميرات منهم كاميرا الترا وايد، فدي لحد الان نقطة العيب القوية الواضحة في الموبايل ده. وبالنسبة للكاميرا الامامية هي كاميرا 16 ميجا بكسل، فلحد دلوقتي انا عندي اعتراض على شاشة الاي بي اس، وعندي اعتراض على الكاميرا الترا وايد انجل اللي هم شايلينها ومش موجودة، والغريب ان كل موبايلات اونر السنة دي بتتعلن عنها من غير كاميرا الترا وايد انجل. اما بالنسبة للحاجات المعتادة فهي موجودة، الموبايل بيدعم مدخل 3.5 ملي عادي جدا، بيدعم بصمة موجودة في زرار باور بتشتغل اكيد بكفاءة، كعادة اونر بصراحه بتعمل بصمات ممتازه جدا، ده زائد انك عندك كمان هنا ايه استيريو سبيكر، وحاجه كويسه جدا ان شركه اونر محافظه على الاسطمبه دي، قدمتها في فئه ال 2000 جنيه مع الاونر بلاي 30، قدمتها تاني مع الاونر اكس 30 اي، ودلوقتي بتقدمها لك تاني في الاونر اكس 30، فدي تعتبر حاجه كويسه جدا ان هم محافظين على الحاجات دي وما شالوهاش. بالنسبه لاخر حاجه بقى موجوده في الموبايل وهي اكتر حاجه الصراحه مشده، نقطه الشاحن، هنا الموبايل بيجي ببطاريه عاديه جدا 4800 ملي امبير، في موبايلات اعلى من كده بتقدم 5000 ملي امبير في الفئه السعريه دي، ولكن الموبايل هنا بيقدم سرعه شاحن مش موجوده في الفئه السعريه دي غير من شركه ريلمي فقط مع ريلمي 7، هنا سرعه الشاحن 66 واط، فدي تعتبر حاجه كويسه جدا، وشفنا الشاحن ده قبل كده من شركه واو بيقدم سرعات شحن ممتازه جدا الصراحه، واتمنى قبل ما الموبايل ده ينزل يكون سعره اقل من ال 4000 جنيه، يعني مثلا 3800 3900 هيكون تسعيره كويس جدا وممتاز في الفئه السعريه دي، يعني بدايه ال 4000 جنيه برضه يعتبر منطقي، اما لو هيعدي ال 4500 جنيه هنا هيبقى في نقطه عيب بقى، لان هيواجه ريدمي نوت 11 برو
برو، لان من الاخر الريدمي نوت 11 برو بيعلي على الموبايل ده في شاشه الاموليد ال 120، المعالج اللي تقريبا واحتمال كبير يكون اقوى من السناب دراجون الموجود في الموبايل ده. فما تمناش من الاخر ان اشوف الموبايل ده فوق ال 4500 جنيه، لو اقل من كده اكيد متحمس جدا ومستني اشوف الموبايل ده من شركه اونر. فتقديرا من الاخر كده صاحبي للمجهود اللي بيتبذل في هذه القناه كده، تخبط لايك اشتراك فعل الجرس عشان يوصلك منها دايما كل جديد، وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.